السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساءكم سعيد صباح سعيد للناس اللي عندهم الصباح فبطبعة الحال اليوم الأربعاء ستاش دائما في استمرار ديالنا في البرامج ديالنا دي المسائية اللي كنحاولوا أننا نطرقوا فيها المجموعة من الأمور كنحاولوا أننا نكون قرب لكم دائما كاعلاميين بقناه شوف منذ دخول كورونا والامور غير عاديه بالمملكه المغربيه خاصه فيما يتعلق بما يتعلق بالسفر الى غير ذلك من الامور فكما كنشوفوا انهم مجموعه من المواطنين مازال عالقين مازال ما يقدروش يسافروا بحريه كامله لبعض المدن طنجة الدار كاين مجموعة من المدن للإنسان الإنسان أه كاين فاس أه كاين مجموعة من المدن للإنسان الإنسان ما يقدرش أه كاين واحد تاع ربما كاين يعني مجموعة من المدن للإنسان الإنسان ما يقدرش يسافر إلا للضرورة فبطبيعة الحال فاش كتمشي عند السلطة إلى غير ذلك مجموعة من الناس اللي عيطوا لنا قال لك أنه هون مشكل في طلب الورقة ديال السفر الورق إلى غير ذلك فبغينا نشوفوا الاخوان الاخوان نشوفوا الاخوان اللي بغاو يسافروا وما قدروش انهم يسافرو خاصه لمدينه طنجه او بعض المدن ديال المملكه المغربيه هذا الشيء ما بغيناش يطول بزاف ما يطول بزاف وجميع المواطنين والمواطنات يعني تيتمنوا انه ان شاء الله هذا الشيء ما يطولش بزاف باش الانسان يقدر يسافر لبعض المدن وكذلك كاين بعض الحافلات اللي تتحايل على القانون تتحايل على القانون وطبعا الحال وكنتمنى من السلطات انهم يعني باش نوقفوا هذا الشيء بقينا مستمرين إلا بقينا مستمرين في هذا الشيء فبطبيعة الحال ما غاديش نوقفو من كورونا ودائما غادي نبقى نشوفو كاين مجموعة من الخطوط اللي كتنطلق تطلق مدينة الناظور لبعض المدن المحظورة فمنهم من يحمل ورقة السفر ورقة التصريح ديال السلطة والأغلبية واحد 60% ولا 70% حتى واحد ما عندو ما عندوش الترخيص ديالو باش يخرج فهذا الدور نتاع الإخوان ديال السدود الأمنية وديال الدرك الملكي إلى غير ذلك في الطرقان باش انهم يزيروا الوضع وحتى ندوزوا هذه المرحله هذه فما بغيناش طنجه تبقى مغلوقه حتى لواحد المده انتوما راكم عارفين طنجه مدينه مدينه سياحيه مدينه اقتصاديه مدينه تجاريه مدينه يعني اللي ما كاينش شي واحد في المغرب ولا في العالم تقول له طنجه ما يعرفهاش المدينه تبقى مغلوقه حتى لواحد الدرجه اللي هي كبيره فهذا امر غير مقبول وبطبعات الحال هذا الشيء راجع للحالات اللي كتزاد في مدينة طنجة الوفيات إلى غير ذلك فكنتمناو كنتمناو إن شاء الله أنه الأمور تمشي اه تمشي بواحد الشكل اللي هو اه عادي كاين الناس اللي خدامين في النوار في القضية نتاع الكيران وهذا الشيء هذا موضوع آخر غادي نطرقو له إن شاء الله من بعد لكن السؤال المطروح واش كتلقاو صعوبات نتوما كمواطنين واش كتلقاو صعوبات اه كتلقاو صعوبات في السفر خاصة الناس اللي باغيين يسافروا واش كتلقاو صعوبات شنو هي الصعوبات اللي كتلقاها طبعا الحال نستقبل المكالمات ديالكم على صفر ستة واحد وستين هذا هو الرقم الماتل امامكم ما تعيطوش واتساب عيطوا في مكالمة مباشرة باش ندوزوا المكالمة ديالكم اونلاين ويسمعوها جميع الاخوان والاخوات اذا صفر ستة واحد وستين هذا هو الرقم اللي غادي نقدر نتواصل معكم بهم في هذا السمر الليلي في هذه الامسيه هذه فمجموعه من الناس اللي سافرات اه بدون ترخيص ومجموعه من الناس اللي عندها شغل عندها خدمه عندها كذا ما حصلتش على الترخيص فهادشي اللي خلى مجموعه من المواطنين انهم يقولوا نقصكم تطرقوا لهذا الموضوع هذا وتضروا فيه فبطبيعه الحال حنا كنعطيو لكم الفرصه نتوما باش انكم تهضروا وتوصلوا الميساج ديالكم وكذلك من الاخوان ديال السلطه والاعوان الى غير ذلك فبطبيعه الحال يسهلوا مع الناس اللي بغات تسافر للضروره خاصه في هذا الموسم الموسم الدراسي وهذا الموسم ديال العمل العوده للعمل فكنظن ان التراخيص تيتعطاو للناس اللي باغيين يمشيو لشي غرض مهم واحد سيد بغى يجي طبعا الحال غادي نقرا التعليق ديالكم ما عرفتش شنو هادير هذا الحال ما يمكنش لما عندك عندكش تخلص في بلاصتها 300 درهم ف صعيب صعيب شويه صعيب الى شدوك في شي بلاصه من غير رخصه كتمشي للحجر الصحي كتمشي لمجموعه من الامور اللي يصعب على الانسان تحملها وداك الشيء علاش كنشوفوا الناس يعني ما كترضاش فاش كتمشي للحجر الصحي ولا السلطه كتقول لهم خصكم تمشوا الحجر الصحي ما تيبغيوش تيبقاو يقاوموا حتى كنصدقوا في شي حوايج اللي هما الاخر محمد انا بغيت نسافر كدا كدا لا خويا محمد السفر لطنجة عارف الا للضروره كذلك فاس وكذلك الدار البيضاء الى غير ذلك حنا عرفنا كنلقاو كنلقاو ناس كتمشي بدون وثيقه بدون اي شيء لكن يعني قليل قليل ماشي بزاف كاين الناس اللي كتحايل على القانون كاين الناس اللي كتكذب كاين ناس مجموعه من الاشياء ما كاين لا صعوبات لا كورونا كاين غير كازا طنجه اما جل المدن كلشي مطلق خويا كاين فاس كاين مجموعه من المدن اللي ما تقدرش تدخلهم لهم اخويا لياموني هشام كاينين مجموعه من المدن اللي ما تقدرش تدخلهم ماشي غير طنجه واش مسموح نسافر للطاقه طبعا الحل المطارات مفتوحه في بعض في وجه بعض الدول باتال كنشوفو فرنسا كنشوفو اسبانيا كنشوفو المانيا كنشوفو مجموعه من الدول الانسان يقدر يمشي ويجي لكن خاص بالناس ديال التجمع العائلي وخاص كذلك بالناس ديال كونطراتو دطراباخ وكونطرا ديال الخدمه وكذلك الناس ديال الدراسه توحشنا المغرب ولكن مع الاسف هذا الوباء مشكله ابو أميمان الناس جاوا اخويا الناس جاو في باخره ساد جاوا في الطيارات الى غير ذلك فاذا كان الخوف يكون الخوف فقط من انكم تحصلوا في المغرب فهذا هو الهاجس اللي عند الاخوان ديال الجاليه اما الاخوان الجاليه راه ودوزوا الفاكونس ديالهم ومشاو مساله عاديه لوزينات فتحين والقهوه حلين الأسواق كذلك والحفلات اللي الناس ولات تطلب ولا كورونا فعبد العزيز صعيب صعيب اخويا صعيب كتلقى المقاهي عامرين وكتلقى مجموعه عام من الاشياء اللي للاسف الشديد بعض المشاهد كنشوفوهم يوميا يعني يعجز اللسان عن الكلام عليهم كنتمنى وإن شاء الله ان الامور تمشي بواحد الشكل مزيان باغي نمشي لمريرت خويا غادي تسول تما الاخوان ديال السلطه واش مريرت يعني أه مطلوق يعني انك تمشي ولا ولا ما تمشيش في الحال باش يعطيوك الديريكسيون اتصل بالاخوان ديال الاعوان السلطان اللي كاينين في المنطقه ديالك خويا محمد باش ان شاء الله ان شاء الله الامور تمشي بواحد الشكل اللي عاد هبط والرحمه في الله في الحال تيما تنخير آه تنخل... مين هبط جاي يمشي مدينه مغربيه ولا من اسبانيا ولا منين حاليا كاين مالاغا طنجه كاين في الطياره مالاغا طنجه تقريبا شي 150 الاورو <applause> 150 اورو من طنجة من طنجة مالاغا وكاين كذلك من العروين نادور لبارسيلون بارسيلون كدير لي سكال تما وكتجي عاوتاني مالاغا وكاين ناس كتمشي حتى لبارسيلون بارسيلون مالاكا من مالاغا المليلية فكنتمناو ان شاء الله ان الامور تمشي بواحد الشكل لي عادي في الايام القليله المقبله خويا محمد كنتمنى هادشي الشيء ما يطولش بطبيعه الحال السلطات كتقول لك الا بغيتي هادشي الشيء ما يطولش وبغيتو كنا الامور ترجع للمياه لمجاريها و... راه كنسجلوا 2000 اخويا راه كنسجلوا 2000 و2000 ماشي هي سهله بالفم خويا حسن الممني اليوم الخطاب ديال التراب ما دايرش كمامه ولا الناس اللي معاه ما دايرينش كمامه ف... كان بعض الدول اللي اللي ما شرطاتش على المواطنين ديالها الكمامه بحال الدول الاسكندنافيه السويد وداكشي الدنمارك والنرويج ما مسوقيش ما داروش حجر الصحي ما حتى شي حاجه هما نهائيا فاللي مات تيموت اللي مرض تيمشي يتعالج وتيخرج مساله عاديه ما تشرطوش عليهم الكمامات نهائيا هابطه من فرنسا لطنجة طبعا الحال كاينه كاين طيارات كاين طياره من بولي كاين مجموعه كالفاس كاين لطنجة ربما كاين لطنجة في العربيه ولا رويال ماروك كاين من طنجه لفرنسا فحاولي تقلبي وان شاء الله البي راه موجود فقط ديري التيست ديالك ديري التيست من فاس السلا خويا خد ترخيص اخويا هشام خويا هشام الاخوان اي سؤال نقدروا نجاوبوا عليه من فاس السلا هشام الحلافي خويا غتاخد ترخيص ضروري لانه فاس طبعا الحال تيقول لك انه تقدر تهز الفيروس وتحطه في مدينه اخرى اللي بغا يجي من فرنسا اللي بغا يجي من فرنسا شكون اللي كتبتها كتبتها عيشة حافظ اللي بغا يجي من فرنسا واش بوسيبل عمرو ما كان ممنوع اختي عيشة باش يكون بوسيبل باش يكون امبوسيبل عفوا السفر من المغرب الى فرنسا مسموح اختي مسموح وما تقطعش هذه ترانزافيا لا ما كايناش تيما ترخيروس لا ترانزافيا ما كايناش اختي ترانزافيا ما كايناش هي وريانير ما حلينش ما عرفناش الا حلوا مؤخرا ما عرفناش المهم ترانزافيا ديال فرنسا ما كايناش حنا سولنا وبحثنا في الموضوع ترانزافيا ما كايناش ما كايناش ديك مجموعه من الشركات بلا ما نذكروا السميات ديالهم ما كاينش الاسماء ديالهم في البروغرام السلام عليكم كي داير لاباس عليك بخير 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 خويا عماد دي نادور بريس شكرا جزيلا واش نيشان غتحل غدا مليليا ان شاء الله لا خويا مغاش تحل مليليا مليليا فقط دوك الناس اللي ما عندهم ما يدار تيكتبوا ان غدا غتحل هذوك الناس اللي شفتوهم هاد الايام في مليليه هذوك الناس تاع كارتا فيرتي تاع الورق الخضراء اللي كتزيدو في السياره الناس اللي عندهم ورقه عندهم سياره خارجيه سياره مرقمه بترقيم اوروبي وكاينين في المغرب هنايا فرا لهم 3 شهور حتى ال 31 دجمبر حتى ال 31 دجمبر يقول تقريبا حتى راس السنه عاد تقدروا تشي تطبعوا ويزيدوا لكم 6 شهور عاوتاني تقدروا تخليو في السياره 6 شهور عاوتاني فهادو بالنسبه للناس اللي عندهم آه عندهم الاوراق اما المواطنين العاديين اللي بغى يدخل مليليه فممنوع نهائيا وحاليا الباب مليليه وباب بريصار فمبلعين ما كاينش شي جديد نهائيا في هذا الخصوص بالخصوص هذا المليليه باش مليليا. مليليا ما نبقاش بزاف على المليليه المليليه ما كاين حتى شي حاجه خويا سافر من العيون الضربة الضلبيضه رخصه ضروري رخصه سفيان ناجي رخصة إذا كازا ما عرفش إذا مازال عاد مازال عاد أخويا اخويا مثل الناظور ما عرفتش لا سلا شنو كاين فيها واش سلام سموح لا سلام سموح 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 نسيت لأن تيخرج الكار من الرباط تيخرج الرباط كازا مسدودة الرباط لا الرباط تقدرو تسافروا من الناظور لسلا مسموح كاين كي راه تسعة الصباح كاين ديال ديال العشيه ديال الثمانيات تسعه ديبارات تاع تسعه لعشره تيما 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 مي انا عيطت لهم سقسيتهم قالوا لي كاينه ما عرفتش اختي والله ما عرفتش انا عندي في البروغرام اللي عندي في التليفون ديالي عندي غير الخطوط الملكيه والعربيه هذوما اللي خدامين ضروري الترخيص ولا غتكرفس في الطريق وتخلص الغرامه 300 درهم والدخول ليك سجل آه طبعا الحال الانسان ما يوصلش لراسو شي حوايج اللي خايبين الاخوان الله يرد عليكم الله يرضي عليكم الناس اللي بغات تسافر بين المدن ما توسخوش الدوسي ديالكم وتدخلوا في مشاحنات مع السلطه ولا شي حاجه صافي دير الترخيص ديالك بغيتي تمشي لطنجة سير عند المقدم سير عندك هذا الشغل اللي عندي عندي نمشي ندفع فيزا عندي الوالدة مريضة عندي كذا عندي كذا ديروا المسائل ديالكم قانونية وسير سافر مهني ما تبقاش نتا مسافر مسافر وخايف وتنعس وتفيق واش طلع البراج واش طلع الدرك الملكي واش كذا واش قبل ما تدخلوا في هذه المتاهات وتدخلوا في هذه الاشياء اللي نتوما في غنى عنها فبغيت تسافر اخويا سير عند السلطه ماي كاشي الورقه ديال الخروج من الناظور ولا من مكناس ولا من فاس ولا من كازا وسير اخويا تحمل المسؤوليه ديالك وسير دير الكمامه ديالك ودير التباعد ديالك وسير خويا من طنجه لورزازات اخويا الترخيص اخويا الحبيب الحبيب خبا أه الترخيص اخويا ضروري دير الترخيص باش تسافر من ورزازات لطنجة على متن شاح... حافلة نجم الشمال يمكن هما اللي كاينين ورزازات طنجه نتمنى خويا الخير شكرا اخي واش المحطة من بني صاب غادي نقرا التعليق ديالكم كامل الاخوان اللي ما قراتش التعليق ديالو يحاول يكتب لي جوج مرات جوج مرات ثلاث مرات شكرا اخي واش كاين المحطة من بني ولا غير الناظر فقط آه ليلى آه الا بغيتي تجي في 7 آه محطة محترم بني صاب ممكن اما الكار الوحيد اللي تيمشي للبنيصار هو ساتيان بوحدو بوحدو ولا بغيت تجي في التران عاوتاني التران تيوصل حتى للبنيصار حتى تل... حتى التيرمينوس ديالو واخا هو تا هاد الناس اللي معاك أخوي خويا بغيت واحد الطلب هاد الناس اللي معاك في اللايف ترحم على داك الولد اللي تغتصب وتقتل الله يرحمه عندنا طبعا الحال المغربه قضيه ولات قضيه راي عام الله يرحم داك الطفل و... والله يصبر والديه بطبيعة الحال باسمي وباسم كل متتبعي قناة شو تي في كنترحمو على داك الطفل هداك وكنقولو له إن شاء الله من الشهداء إن شاء الله واش الباطوات ديال ميناء بني نصر تيخرجو أو شي باخرات اللي كتنقلو مسافرين خدامين لا خويا فقط الناس ديال الكاميونات اللي تيدو الخضرا والدلاح و والمسائل الأوروبا فتيمشيو فتيمشيو ال تيمشيو لأوروبا بشكل عادي الباخره تاع سات جينوفا و سات تبعت الحال كتدي من فرنسا للبنيسار كتمشي عادي ولكن الناس اللي عندهم الورق فقط الناس اللي عندهم الوثائق ديالهم لي بابي ديالهم وصافي اما اللي عندهم التجمع وداك الشيء فيمشي في الطياره الحل الوحيد والطياره فقط هادشي اللي كاين غادي نشوفوا التعاليق ديالكم واش غيكون السفر من اكادير لطنجه في اكتوبر في اكتوبر في اكتوبر, في أكتوبر. في أكتوبر في الرحلات الجوية خويا عبد الجليل غادي تدخل للعربية تما غادي تشوف غادي تشوف غالبا الى نقصوا نقصوا نقصو الحالات غادي يحلوا ربما يحلوا الخطوط التركيه بدات تدخل ولا مازل. مازال مازال خويا سعيد بدري مازال اخويا مازال عاد تركيا مازال عاد الطراجه تاع تركيا مازال عاد حسب المعلومات اخويا سعيد اللي عندي حاليا راه مازال عاد ولكن الا كانت شي حاجه غادي نخبرك بها اخويا من ميدلة الرشيدية ميدلة لا منطقة أخويا ما تقدر تدخل لها حسب المعلومات اللي توصلنا بها ميدلة ضرورة الترخيص تحية الناس ميدلة بلا تفاح غادي نقرا التعليق ديالكم اخوتي نقرا التعليق كامل التعليق ديالكم خصنا نحيد النمره ديالي من هنايا باش نقرا التعليق ديالكم بواحد الشكل اللي هو عادي المشكل في الترخيص شكون يعطيه ليك الباشا ما تيبغيش يعطيه حسين حمزه الا عندك اخويا الا عندك اخويا الا عندك شي حاجه اللي ضروري انك تسافر عليها راه غادي يعطيك الترخيص ضروري يعطيك الترخيص خويا اللي بغى يمشي من الدار البيضاء لبني ملال واش ممكن ترخيص اخويا قاسيمين انت راك عارف الدار البيضاء اخويا بالله راهي منطقه موبوءه منطقه فيها الوباء فيها الناس بزاف الناس اللي كت كتصاب الى غير ذلك فخذ ترخيص اخويا من المقاطعه من الباشا ولا القايد ولا الخليفه ولا المقدم ولا شي حاجه ينسق لك مع الباشا الاخرين باش تقدر انك تسافر بكل راحة ندوزو كذلك للتعليق للتعليق التعليق التعليق تحية لكم التوفيق شكرا سعد العزيز عمران شكرا بارك الله فيك اخي الغالي فندوزو كازا جديدة كنعرف ناس من الناظر مشاو جديدة واش خدو الترخيص ولا ما خدوش ما عرفتش واش غيكون السفر من اكادير لطنجة في اكتوبر في الرحلات الجوية خويا عبد الجليل غادي نستناو اخويا نستناو حاليا نستناو اخويا نستناو وغدا غادي نعيطوا للاخوان ديال العربيه وديال الاخر باش نشوفوا غالبا الجواب ديالهم غادي يقول لك راه مازال ما علموناش فما تيبغيوش يجاوبوا اكادير الفاس فرو اخويا فاس لا اكادير ترخيص ترخيص الفاس ترخيص الفاس خد الترخيص ام سي زهير اخويا الترخيص من اكادير باش تطلع الفاس اما دراسه ولا عمل ولا شي امور ت... ديال الطبيب ولا شي حاجه واش غيكون السفر من اكادير طنجه طبعا الحاجه بعد عليك مكناس واش ضروري الترخيص بني من طنجه القدري طنجه الاخوان طنجه وكازا بلا ما تسولون عليهم طنجه وكازا فاس هادو مدن بلا ما تسولون عليهم لانهم ضروري الترخيص اما غادي لهم ولا جاي لهم ضروري الترخيص الناس من الناظر البارح كانوا مشاو لكازا داروا الترخيص فضروري اخوتي ضروري. واش حتى اللي غيسافر في الكار الكازا خاصو ترخيص واش حتى اللي غيسافر نعاود 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 السؤال ديالك في الكار الكازا خاصو ترخيص واخويا خويا الترخيص اخويا هو ضروري ممنوع الكار يطلعك بدون ترخيص الا اللي خدام في النوار وهما اكثرهم بزاف اللي خدامين في النوار حنا كنحترموا الشركات نتاع الحافلات اصدقاء ديالنا وإحبابنا ولكن الحقيقه هي هذه انه الناس كتطلع الناس بدون ترخيص فهذا الشيء السلطه خص تحل فيه تحقيق في الامور هادو خويا عافاك من سطات للداخلة واش كاين شي ترخيص غادي تشوف اخويا الوضعيه الوبائيه في سطات كاين مجموعه من المدن غالبا تا سطات داخله دخل فيهم حتى سطات سطات اخويا ترخيص ترخيص خويا عبد اللطيف الشبلاوي ترخيص اخويا ضروري غادي تخرج غادي دير مغادره مغادره مش من سطات ولا من الداخله من الداخله سطات راك غادي للداخله اخويا الداخله ما فيهاش كورونا بزاف فانت راك غادي مسطات علم الله شنو راك هاز معاك والله اعلم اخويا انا ماشي كنقول لك راك مريض ولا شي حاجه وانما كنقول لك اخويا راك غادي عند والديك فمن الاحسن تستنى شويه الا ما عندك شغل اخويا ضروري الناس ديال السطات اللي غادي للداخله وغادي للجنوب فارجوكم حذاري ثم حذاري خليو ديك المنطقه كالم من الناحيه الوبائيه اما الا عندكم الشغل فمن حقكم انكم تمشيو ما غاديش نمنع انا ولا منعكم شي واحد انا كنعرف السيد ان شاء الله البارح مشى لكازا الاكادير اخويا اختي هدى حنا ما كنعرفوش غير واحد السيد كنعرفو مواطنين والاف والالاف ديال الناس اللي كتمشي من كازا الناظر بلا ترخيص و موضوع بوحدو هذاك اخوتي من بعده بوحدو واخا يديرو العافيه في الطريق ندوزو قول لهم كونوا هانينا اخويا تحمل المسؤوليه ديالك اخويا ماد تحمل المسؤوليه ديالك اخويا فاحنا بطبيعه الحال كننصحوا الاخوان انهم ياخذوا يمشوا بالطريقه القانونيه اما شي واحد اللي ما بغاش ياخذ الطريقه القانونيه فيتحمل المسؤوليه ديالو غادي الاخوان اللي ما قراش التعليق ديالو يحاول يكتب لنا تعليق مره اخرى السيد مشى البارح لاكازير في السياره اختي هدى انا قلت لك كاين تما انا قلت لك اختي شنو كاين تما غادي نحاول الاخوان سمحوا لنا غادي نحيد الصوت اعتذر لكم اعتذر لكم خويا جاوبني كي نكتب لك ما كتقراش التعليق ديالي الهام الهام عطينا اختي التعليق ديالك عطينا التعليق ديالك وسمحي لي بزاف اختي راه التعليق اللي طلعوا داكشي علاش ما كنقدرش نجاوبك بواحد الشكل اللي واعدي خويا انا بغيت نجي للمغرب واش كاين المركوب من مطار من الضابضه دا لبني ملال اكيد موجود الدار البيضاء تما الطاكسي تيوصلك حتى لواشنطن وريهم غير الفلوس وصافي بري غير الفلوس يدوك فين ما بغيتي من الدار البيضاء لبني ملال موجود ترونسبور من المطار مطار محمد الخامس غتلقى الطاكسيات تما غادي تمشي تسافر رحله سعيده السلام خويا سافر مراكش بالفقي بن صالح وشكرا الفقي مراكش الا كانت مراكش الا كانت من عند واحد حدا خط ديالك نعرفك واش مطار فين ناخد الترخيص باش نجي في الطاكسي لأكادير حيت ملقيتش الطيارة بالليل هدايا ميمكنش نتي تكوني في ما يمكنش تكوني في المطار وما كان و تاخدي الترخيص تما ما كنظنش ما كنظنش لأن كي جاية أختي راكي جايبة معاك التيست ديالك راكي جايبة التيست فغادي تشدي الطاكسي مباشرة أختي تشدي الطاكسي مباشرة من مكناس والرباط واش ضروري الورقة خويا مكناس اش غادي نقول لك مكناس راه هي داخله في داخله في الاخر فضروري الورقه مكناس فاس لا خويا رشيد الناظور وطنجة ترخيص راك جاي من طنجة جاي للناظور راه أغلبية الحالات اللي كاينين في الناظور فهي وافدة فقط أما المدينة راه مافيهاش غير الناس اللي جاو ولصقو هادشي في العائلات ديالهم إلى غير ذلك فين مشاو دارو التحاليل لقاو راسهم فيهم من كازا للداخلة في الطيارة واش كاين ترخيص واش كيديرو تحليلة ديال كورونا ولا لا لا كاين ترخيص حاليا وصافي كاين ترخيص حاليا ما كاينش ديال كورونا في المغرب داخل داخل التراب المغربي اخويا الشبوالي وسول قبل ما تقطع في الطيارة سول الاول سول عيط اخويا وسول لاجوس وسول ضروري تاريخ فتح في التاريخ فتح الحدود مع مليليا وشكرا امينه دنيا ما كاينش تاريخ اختي ملي الوحيده اللي ما نقدرش نجاوبك عليها نهائيا لان الامور غامضه والامور يعني ما كاين لا لا شي حاجه ملي ليا كتسجل الحالات بالعشرات ناضر فيها حالات فكيفاش غتحلي لهاد جوج مدن وتخلي الناس يدخلوا ويخرجوا فكل نهار تولي كتسجل الحالات ما عرفناش السلطه فين راهي غاديه فهاد الامور هذه ولكن ما بقاش بزاف ما بقاش بزاف ما بقاش بزاف هادشي اللي نقدر نقول لك اختي امينه يعني خويا ماشي ضروري ترخيص حيت كاين تيست وحنا الحجر ديال الفندق في اكادير واش غادي نلقى تاكسي في المطار في المطار كازا اكادير اكيد غادي تلقى يا اختي اللي كاينين الطاكسيات اللي كاينين في كازا في المطار تبارك الله راه تيمشيو لجميع المدن المملكه المغربيه غير هو تيكون الثمن عالي شويه وغادي تشوفي في غتشوفي في الاخر تشوفي في الاثمنه الاثمنه ديال ديال الطريف هاد الطاكسيات غتشوفي راه معلقه تما يمكن وغادي تسولي اي بوليسي قبل ما تشدي الطاكسي سولي اي بوليسي تقولي له من كازا لاكادير اخويا بشحال في الطاكسي كورسا ديريكتومون وكنتمنى انه ما يكونش غالي بزاف لانه بطبيعه الحال تيطلبوا بزاف الناس اللي آه ديال كازا وعارف الامور الطاكسي من تحال تما يقولوا الاخت باش ما يمشيش عليها تما ما كان ما كان ما كانتهمش تحط طاكسيات بالنصب اللي كاينين في المطار وانما كاين شي واحد الله يهديهم المشكل اللي كاينين هو الطلبه في روسيا الخطوط التركيه هي اللي كتمشي من الدار البيضاء خويا سعيد هذا الموضوع طبعا الحال موضوع مهم ديال الطلبه اللي غادي يمشيو لروسيا واوكرانيا وهاد النواحي فكي غيديروا يمشيو باش يقراو تما كاين اللي تيقراو الطب كاين اللي تيقراو الصيدله كاين اللي تيقرا مجموعه من الامور فشكون شكون 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 واش حل لي الطريق انا بغيت نسافر من المانيا للعروي واش فاتحين دابا اختي فاتحين غتجي من المانيا غادي تجي من كولن غادي تجي من كولن ولا فرانكفورت ما عرفتش كولن بعدا راه كاينه الطياره كولن المطار ديال العروي كاينه الطياره اختي ديري غير التيست ديالك وديري المسائل ديالكم مرحبا عافاكم قولوا لي الثمن من مطار كازا الاكادير سمعت بلي كيوصلوا ل 2000 درهم حتى 3000 درهم ولا اكثر اختي ولا اكثر فما بغيتكش تكرفسي ما عرفتش واش تنزلي ما عرفتش واش غادي تنزلي يا كنتي غتنزلي باللي المشكله وما عرفناش تقدري تشدي التران تقدري تشدي التران حتى من من المطار تاع كازا فواياجور ومن تما تشوفي تما تم تشوفي وتشوفي واش المحطه الكار ولا شي حاجه وانما الا كنتي باغي ما تكرفسيش بطبيعه الحال غادي تاخذي تاكسي ديريكتومون حتى حتى الاكادير مسافه نتاع الطريق وانما ضروري الانسان يصبر شويه اذا كنتي في ضروري بغيتي تمشي وتمشي ديروكم بلا ما تدخل لكازا إلى غير ذلك فغادي تمشي فيما الطريق ديالكم خويا انا بالدخلاء واش يمكن ليا نجي لكازا غادي تاخذ غادي تاخذ ترخيصه يا ياسين ياسين غادي تاخذ ترخيص خويا غادي تاخد ترخيص اخويا من الداخل لكازا اخويا درت الترخيص من فاس السعيدية من فاس السعيدية طلعت في الطوموبيل حتى باراج ما طلب مني ترخيص وا اخويا انت وزهرك اخويا عادل المهم درت الترخيص المهم درتي شي حاجة قانونية لو ما درتيش غادي يوقفوك تكون على يقين فالمخزن ما معاش اللعبة اخويا نهار اللي كتكون قانوني ما يوقفكش نهار اللي ما تكونش قانوني سبحان الله بحال اللي كتبان في عينيك <applause> غيكون خير ان شاء الله اوكي شكرا لك خويا مرحبا اختي الى مرحبا مرحبا بك طبعا المانيا كولن العروي هاي الطياره موجود العربيه موجوده كل نهار هاد فايت علي من هنايا انا كنسكن في المنطقه نتاع سلوان هنايا ديما تقريبا طيارات فايتين من هنايا حقاش المطار بعيد عليا بواحد 10 كيلومتر من هنايا في هذا الاتجاه هذا في هذا الاتجاه بعيد عليا بواحد 10 كيلومتر فالطياره اللي كدوز بشي دارو ضروري كدوز من هنايا عطيو الاخت اللي ما اللي بغات تشيل اكادير الا بغات تنزل المطار عطيو لها شي دراجه آخر عطيو لها شي فكره باش تقدر تصد شويه 200 300 اورو بزاف واش الى جردي تجي لاوروبا مسموح يجي الى كانوا الى بغيتي تجي خاصك تجي غير العربيه ولا الماروك ما السؤال ورداني نور الدين واش الى جغيتي بغيتي بغيتي تقصد بغيتي تجي من اوروبا واش مسموح يجي للمغرب لان اخويا ما فهمتش التعليق ديالك كتبونيش انا اخويا باش نقراها مزيان استسمح طياره لا لا واخا آه غادي نشوف غتوصل الطياره لكازا مع 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 9 الليل وما كاينش الطياره الاكادير حيت اخر طياره ادخل مع 7 ان شاء الله شدي الطاكسي خطو صافي هادشي اللي نقول الاخوان ديال كازا والناس اللي خدامين في المطار اللي راهم معانا هنايا كدا ينصحوا الاخت شنو غادي دير هدايا الله غتخرجي مع 9 مع الطبيع مع الباجاج مع كدا غادي تخرجي حتى ل 10 ونص من المطار ولا 10 راكي عارفه مع الاحترازات الوقايه وهذا الشيء فمش فمشكلة مشكله الباليزات يتعقموا يمكن كاين شي لجنه خاصه في المطار كتعقم الباليزات وهذا الشيء فغادي تعطلي بزاف تما اختي مع ال يكون التران ما كاينش كده الحل الوحيد هو الطاكسي هذا الشيء اللي نقدر نقول لك والله اعلم خويا الأنوين على أساس واش راك داير القناة ديالك ولا لا، أختي حسنا أنا كنقولك شنو كاين تما، السيد اللي جاي من فاس ومشى للسعيدية، لكون مداش الترخيص لكون عنده مشكل كبير، وخاصة إلا كانوا معاه ال كانوا معاه العائلة ديالو، فغادي يلقى مشكل، سيرتو إلا معاك المرا ديالك ومعاك ولادك، ومعاك الأم ديالك والأب ديالك وغادي دوز فاكونس في السعيدية وما عندكش الترخيص. وغادي يوقفوك كدا ولاد كي غيبقى يشوفو فيك وكتبقى تشوف فيك مرتك كتا اللهم الانسان يدير الترخيص ديالو ويمشي مهني يدوز الفاكونس ديالو ولا يمشي للعمل ديالو ولا شي حاجة هادشي اللي كنقولكم انا انا كنقولكم ديرو القانون ديالكم ما كنشجعوكمش انكم توريفو اللي تمشيو م... بطريقة غير سرية كنقولك ما تخسر حتى شي حاجة الا مشيتي عند القاين هدرتي معاه زوين قلتي له فوالا انا عاد شنو عندي اشنو عندي اشنو عندي هادشي اللي بغيت نوصل وصافي مرحبا خويا العزيز كي داير واحد النهضه الحمد لله خويا عليك واش بك جاوبنا خويا وراش العيون عندي الخدمه ما بغاش عطونا الترخيص بتعليق 22 خويا محمد رضا عندك الحق تمسافر اخويا من حقهم يعطوك الترخيص الشركه اللي خدام فيها شنو الخدمه اللي عندك واش تجاره واش شركه ولا شي حاجه يصير لك واحد الورقه من الشركه بان السيد خدام عندنا كذا المسائل ديها للقائد وديها للباشا من حقه يعطيك ما بغاش القائد يدخل عند الباشا مباشره يعطيك المسائل ديالك شوف رئيس الدائره ديالكم اللي كاين تما في اقرب منطقه عندكم تما كذلك حتى هو الا ما كاين والو هبط للعمل اخويا الا كنتي قانوني فيعطيك الترخيص رغم عنهم غير سير قانوني فقط سير قانوني ان شاء الله تاخذ المسائل ديالك ف اش غادي نقول لكم مجموعه من الاسئله انايا طنجه كازا نتوما راكم عارفين فاس ميدلتو هاد النواحي مجموعه من المدن كان وعدكم انني غادي نصيفط لكم غادي نصيفط لكم المسائل ديالكم كلشي حاليا 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 ما عرفناش شنو واش غيحلوش ما يحلوش فحاليًا حاليا ما كاين حتى شي حاجه ان شاء الله كنتمنوا غالبا اليوم 16 اليوم 16 كاين شي حاجه ربما شي اتفاق مع اسبانيا والمغرب فغادي نشوفوا نشوفوا في راه وصل القضيه ديال الحدود نشوفوا مجموعه من الامور فاي جديد غادي نتواصلوا معكم هنايا كنتمنى نكونوا جاوبناكم على الاسئله نكونوا بطبيعة الحال درنا داكشي اللي علينا شكرا لكم على المتابعه دمتم في رعايه الله كان معكم دائما من قرارات مدينه الناظور غدا موضوع اخر اللي ما هضرناش بزاف ما استقبلناش المكالمات بزاف حاولنا اننا ندردشوا معكم غير في التعاليق فشكرا لكم على المتابعة ومتابعي قناة شو تيفي تلقاو معكم غدا إن شاء الله حداش ونص حتى طناش ونص في هاد الأجواء نتاع الليل حاولوا أنكم متنعسوش بكري باش إن شاء الله نحاولوا أننا نمشيو في هاد سولت في لومباز قالوا لي إلا بغيتي تمشي للمغرب خاصك تمشي خاصك تمشي تمشي إلى العربية أو روي وكل شيء غير مسموح تمشي يا خويا ورداني كاينين جوج كاينين جوج طيارات اللي كاينين حاليا كاين العربيه والخطوط هانتوما اللي كاين انا خدامه في اكادير في الحج رجعت لدارنا في مراكش دابا بيت نمشي لداري بالعلم الخدمه مازال ما خدموش الترخيص اختي حياه تشاوري مع القايد والمقدم ان شاء الله والباشا وان شاء الله تقدري تسافري طيران تاع تركيا واش كاين اخويا خويا حاليا مازال عاد السياحه ما مطلقاش اخويا عبدو حاليا ما كايناش سياحه اذا تركيا ما كايناش انا في النرويج النرويج اخويا غتشد رويال غادي تهبط حتى الاخر غادي تهبط حتى الاخر الا راه مطلقين ديريكتوم هذيك هي ما طلقيش غادي دير لي سكال غادي لي سكال في فرنسا ولا, ولا في الالمان ولا فين ما بغيت ومن بعد تهوت خويا محمد احمد الله يحفظك وشكرا للإخوان كاملين نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله باش نحاولوا انا ندير تشوف هذا الموضوع هذا من الجزائر للمغرب واش كاين الطياره مازال أخويا محمد الفلاكي مازال عاد كاين مشكل الجزائر مجموعه من الاخوان اللي راهم تما في الجزائر تما راهم حاصلين تما فهذه رساله الاخوان ديال السلطه المغربيه مجموعه من الاخوان ديال الجزائر اللي اتصلوا بيا اتصلوا بيا راهم في واحد الوضعيه اللي شويه صعيبه فكنتمنى من السلطات الجزائريه تقدم المساعده لهاد الناس هادو لانهم تيبقاو مواطنين مغاربه في واحد البلد جار اللي عندنا تاريخ مع هاد الناس هادو تاع الجزائر فارجوكم هاد الناس هادو شي وحدين عيطوا لي حنا كنعيشو واحد الاوضاع اللي هي صعيبه هنايا راهم كاينين شي وحدين محبوسين كاينين شي وحدين مكرفسين الى غير ذلك فقلت لهم صيفطوا لي شي فيديوهات قال لك ما يمكنش لانهم لهم ديالهم غير باش يعيطوا غير الوالدين ديالهم العائله ديالهم فكنتمنى من السلطات المغربيه رئيس الحكومه وزير الداخليه الاخوان وزير الخارجيه سي ناصر بوريطه وكنتمنى جميع الاخوان انهم يدخلوا على الخط نتاع الاخوان المغاربه اللي عايشين في الجزائر حاليا وحاصلين ما قادرينش يجيو للوطن ديالهم وخاصه ماشي غير اللي حاصلين وجالسين في المنازل ديالهم فهذوك واكلين شاربين يعني داك يعني عادي لكن واحد الفئه اللي راهي في في, في بعد المراكز نتاع الشرطه الى غير ذلك ربما ما سالات لهم بغا يجي ولا وقع لهم شي مشكل ما عرفتش المهم عيطوا لي قالوا لي فوالا اللي كاينه اللي كاين تما كنتمنى اننا نعرفوا شي اخبار عليهم في القريب العاجل خوتي شكرا لكم على المتابعه تحيه لكم تحيه للجميع تحية للجميع غدا ان شاء الله نحاولوا اننا نهضروا في واحد الموضوع اخر او نكملوا في هذا الموضوع ديال ديال السفر واش عندكم شي صعوبات الى غير ذلك شكرا لكم على المتابعه كان معكم دائمًا المقراش من مدينه الناظور دمتم سالمين ليله سعيده والى اللقاء